طلاب الصف الثاني ابتدائي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحه وسلامه. اليوم راح نبدي في حل التمارين لموضوع الطرح الذهني. موضوع الطرح الذهني صفحه 76 و77. احنا شرحنا بالدرس السابق الطرح الذهني وعرفنا شنو معناته. الطرح الذهني شوي نتذكر الموضوع، الطرح الذهني هو تبسيط عملية الطرح، رح نبسط عملية الطرح، وذلك بجعل العدد الأصغر للعدد اللي رح يعطيني عددين، عدد كبير وعدد صغير، احنا رح نروح على العدد الصغير، وذلك بجعل العدد الصغير من مضاعفات العدد 10 أو من مكملات العدد 10. يعني شنو 6 مضاعفات عدد 10؟ يعني 10 20 30 40 50 60 70 80 90 لحد 90، هاي من مضاعفات العدد 10. راح نضيف للعدد الصغير من الواحد إلى التسعة، من الواحد إلى نشوف العدد الصغير ايش قد يحتاج، احتمال يحتاج 2، احتمال يحتاج 3، حسب العدد اللي يعطيني اياه بالتمرين وابدأ بالطرح الاعتيادي. زين، هسه راح نبدي بحل فقرة أتأكد أجد ناتج الطرح ذهنيا. أول مرحلة راح نبدي بالحل. النقطة الثانية عندي 64 ناقص 39 طلاب، أنا ما أفضل هذه كتابة العدد بصورة أفقية، دائما أنتوا شو راح تسوون؟ على صفحة راح أكتب العدد بصورة عامودية، ليش؟ على مود ما يصير عندك أي خطأ. راح أكتب 64 ناقص 39، بس انتبه على شغله طلاب، من اكتب العدد لازم مرتبه الاحاد جوا مرتبه الاحاد، ومرتبه العشرات جوا مرتبه العشرات، لازم ارتب العدد مالتي، اذا ما مرتب ترى الناتج يطلع كله خطا. هاي ملاحظه لازم ننتبه عليها ونركز. زين، هسه راح ابدي اطرح. انا طرح اعتيادي 4 ناقص 4 اشيل من عندها 9، هاي 4 اصابعي 4 اشيل من عندها 9 ما اقدر، لهذا راح التجئ للطرح الذهني. شنو هو الطرح الذهني؟ راح اروح على العدد الصغير، من العدد الصغير 64 لو 39 دائما العدد الثاني راح يكون اصغر من العدد الاول، 39 هي اصغر من 64. شو راح اسوي؟ 39 هي قريبة من الـ40 لو قريبة من الـ30، لازم اسويها من مكملات العدد 10 او من مضاعفات العدد 10. زين، 39 قريبة من يا عدد؟ قريبة من الـ40، فشقد راح اضيف ازيد لها؟ زائد، شقد راح ازيدها؟ 39 شقد تصير 40؟ ضيف لها 1 زائد 1 راح يصير 40. ومثل ما اضيف للعدد الصغير راح اضيف للعدد الكبير، يعني فوق هم راح اكتب زائد 1. زين، هسه راح ابدي اطلع العدد 64 زائد 1، 64 شي وراها 65، 65 39 زائد 1 39 شي وراها 44، من مضاعفات العدد 4. هسه انزل علامه الطرح وابدي اطرح، راح اطرح 5 ناقص 0، 5 اشيل من عندها 0 اشيل من عندها 0 ما تبقى 5 مثل ما هي، راح انزل 5. 6 ناقص 4، 6 هاي 6 باصابعي اشيل من عندها 4 اصابع، راح اشيل من عندها 4 اصابع، ايش قد بقى؟ بقى 2، باقي 2، الناتج طلع 25. إذا الناتج 64 ناقص 39 هو 25. الباقي الثالثة 56 ناقص 27، هم راح نكتبها بصورة عمودية على مود من الله. 56 بس انتبه لازم مرتبة الآحاد جوا مرتبة الآحاد، ومرتبة العشرات جوا مرتبة العشرات. 56 ناقص علامة الطرح 27، يعني 7 حصل جوا 6 والاثنان جوا 5. هسه 6
ناقص 7 تطلعهم اصابعها 6، اشيل من عندها 7، اقدر اشيل من عندها 7؟ لا، لان 6 اصغر من 7 فما اقدر، راح التجئ الى عمليه الطرح الذهني. شنو هي عمليه الطرح الذهني؟ هي نذهب الى العدد الصغير ونسويه من مضاعفات العدد 10، يعني 27 ايش قد اضيف لها زائد؟ ايش قد اضيف لها حتى يصل لل 30؟ زين، قبل ما اسويها، هي 27 قريبه من ال 30 او قريبه من ال 20؟ قريبه من ال 30، يعني راح اضيف لها بعد ثلاث اعداد تصير 30. ايش قد تصير؟ تصير 30، فايش قد اضيف لها؟ اضيف لها 3. ومثل ما اضيف للعدد الصغير راح اضيف للعدد الكبير زائد 3. هسه ابدي اجمع 56 زائد 3، 56 اضمها بقلبي واطلع باصابعي 3. بعد ال 56 ايش هيك يا عدد؟ 57 58 59 59 27 زائد 3 تصير 30 من مضاعفات العدد 10. هسه علامة الطرح انزلها، هسه ابدي اطرح 9 ناقص 0 9، 5 ناقص 3 5، اشيل من عندها 3 اصابع، ايش قد بقى؟ بقى اصبعين، يعني 2، باقي 2، 29، اذا الناتج هو 29. النقطة الرابعة عندي 82 ناقص 8 و4، وراح اكتبها بصورة عمودية على مود ما نخطأ. 82 ناقص 48، هسه 2 ناقص 8، 2 شيل من عندها 8، ما يصير، لان الاثنان هي اصغر من 8، فالجأ الى عمليه الطرح الذهني. شنو هي عمليه الطرح الذهني؟ اذهب الى العدد الصغير، 48 هي اصغر من 82، اسوي من مضاعفات العدد 10، هسه 48 قريبه من 50 وقريبه من 40، قريبه من 50، فراح ايش قد راح اضيف لها 48 على مود تصير 50؟ 49، 49 50، راح اضيف لها 2، اضيف لها 2، ومثل ما اضيف للعدد الصغير نفس العدد راح اضيفه للعدد الكبير زائد 2. هسه 82 زائد 2، 82 اضمها بقلبي واطلع باصابعي 2، بعد ال 82 ايش يجي؟ 83، 83، 84، 84، 48 زائد 2، 50 من مضاعفات العدد 10. هسه راح ابدي اطرح 4 ناقص 0، 4 شيء من عندها 0 تبقى 4، 8 ناقص 5 8، هاي 8 اصابعي، اشيل من عندها 5 اصابع، ايش قد بقى؟ بقى 3، الناتج هو 34، اذا اكتب الناتج هو 34. النقطة الخامسة عندي 33 ناقص 15، اكتبها بصورة عمودية مثل ما تعلمنا طلاب، 33 ناقص 15، 3 ناقص 5 ما اقدر، راح ارجع الى عملية الطرح الذهني، ليش؟ لان الثلاثة هي اصغر من الخمسة، اذهب الى العدد الصغير 15 هي قريبة من العشرة لو قريبة من العشرون، قريبة من العشرون، 15 قريبة من العشرون، زين، ايش قد اضيف لها 15 على مود تصير 20؟ راح اضيف لها 5. مثل ما اضيف للعدد الصغير راح اضيف للعدد الكبير 5. هسه ابدي اجمع 33 زائد 5، بعد ال 33 ايش يجي؟ 34، 35، 36، 37، 38، الناتج هو 38 ناقص 15 زائد 5، ايش قد الناتج؟
مضاعفات العدد 10. 8 ناقص 0 8، 3 ناقص 1 3، عفوا 3 ناقص 2 3، اشيل من عندها 2، ايش قد يطلع لنا؟ ايش قد باقي؟ الباقي هو 1. 18، اذا الناتج طلع هو 18. النقطة السادسة عندي 39 ناقص 21، اكتبها بسرعة عمودية مثل ما تعلمنا كلاب على مود ما نخطأ. 39 ناقص 21، وما ننسى انه نكتب مرتبة الآحاد جوا مرتبة الآحاد ومرتبة العشرات جوا مرتبة العشرات. هسا عندي 9 ناقص 1، 9 طلعوا بأصابعكم 9، شيلوا من عندها 1، أقدر أشيل من عندها 1؟ إي أقدر، إيش قد الباقي؟ إيش قد بقوا بأصابعي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 أني نانا، إذا انتبهتوا طلاب، ما التجأت إلى عملية الطرح الذهني، ليش؟ لأن العدد الأول هو أكبر من العدد الثاني. زين ست ايش وقت اني التجئ الى عمليه الطرح الذهني؟ اذا كان العدد الاول اصغر من العدد الثاني التجئ الى عمليه الطرح الذهني، اما اذا كان العدد الاول هو اكبر من العدد الثاني فما راح التجئ الى عمليه الطرح الذهني، اقدر اشيل من اصابعي وانقص انقص العدد. هسه عندي 3 ناقص، طلع باصابعي 3، اشيل من عندها 2، ايش كم اصبع بقى؟ بقى اصبع 1، اذا الناتج هو 18، 18. زين مثال اخر، النقطة السابعة 48 ناقص 26، راح اكتبها على صفحة 48 عفوا ناقص 26، 8 ناقص 6، طلعوا بأصابعكم 8، شيلوا من عندها 6، أقدر أشيل من عندها 6؟ نعم راح أشيل من عندها 6، إيش قد بقى؟ بقى 2 بأصابعي، إذا الباقي هو 2، 4 ناقص 2، 4، أشيل من عندها أصبعين، إيش قد بقى؟ بقى 2، إذا الناتج هو 22، 22. النقطة السادسة عندي 39 ناقص 21، أكتبها بسرعة عمودية مثل ما تعلمنا كلاب على مود ما نخطأ. 39 ناقص 21، وما ننسى إنه نكتب مرتبة الآحاد جوا مرتبة الآحاد ومرتبة العشرات جوا مرتبة العشرات. هسا عندي 9 ناقص 1، 9 طلعوا بأصابعكم 9، شيلوا من عندها 1، أقدر أشيل من عندها 1؟ إي أقدر، إيش قد الباقي؟ إيش قد بقوا بأصابعي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 أني نانا، إذا انتبهتوا طلاب، ما التجأت إلى عملية الطرح الذهني، ليش؟ لأن العدد الأول هو أكبر من العدد الثاني. زين ست ايش وقت اني التجئ الى عمليه الطرح الذهني؟ اذا كان العدد الاول اصغر من العدد الثاني التجئ الى عمليه الطرح الذهني، اما اذا كان العدد الاول هو اكبر من العدد الثاني فما راح التجئ الى عمليه الطرح الذهني، اقدر اشيل من اصابعي وانقص انقص العدد. هسا عندي 3 ناقص، طلع باصابعي 3، اشيل من عندها 2، ايش كم اصبع بقى؟ بقى اصبع 1، اذا الناتج هو 18، 18. زين مثال اخر، النقطة السابعة 48 ناقص 26، راح اكتبها على صفحة 48 عفوا ناقص 26، 8 ناقص 6، طلعوا بأصابعكم 8، شيلوا من عندها 6، أقدر أشيل من عندها 6؟ نعم راح أشيل من عندها 6، إيش قد بقى؟ بقى 2 بأصابعي، إذا الباقي هو 2، 4 ناقص 2، 4،
أشيل من عندها أصبعين قد بقى، بقى اثنان. إذا الناتج هو 22. النقطة الأخيرة العاشرة، أن 72 ناقص 39. صورة عمودية، 72 ناقص 39. 2 ناقص 9 ما يصير، لأن الاثنان هي أصغر من 9. التجئ إلى عملية الطرح الذهني. هسه 39 قريبة من 40 وقريبة من 30، قريبة من 40. ايش قد أضيف لها؟ لازم 1 على مود تصير 40. 40 زائد 1. الاثنان وسبعون زائد 1 73. 3 ناقص 0. 3 أشيل من عنده 0، الباقي هو 3. 7 أشيل من عنده 4، ايش قد باقي؟ ايش كم أصبع؟ باقي 3. الناتج هو 33. إلى هنا كمل الدرس لهذا اليوم، كملنا حل التمارين الموضوع، كملنا حل التمارين لموضوع الطرح الذهني تحت فقرة أتأكد. الواجب البيتي هو حل فقرة أحل صفحة 77 زائد حل في كتاب التمرينات صفحة 29. دمتم في أمان الله وحفظه.